راه كتلقى ما خلصتش شي حاجه ما كاين عندي الفلوس ديال الصداق ديال المره الثانيه. كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. سنعيد النظره. تكلمنا على نضجع على البنت ديال تيفلت مزيان. انا عجبتني هذيك الحمله اللي قامت مزيان. يوم بعد ها حنايا فرحنا وما عطاونا هذوك 20 عام هذوك عطاونا 10 سنين تا الموضوع تكلفنا بهذوك الناس الله يجزيهم بخير الهيئه القضائيه. يا هذيك البنيه ما مصيرها فين درناها؟ اش تكلفنا بها؟ اش عطيناها؟ جاو الجمعيه تصوروا معها الله يجزيهم بخير صيفطوا لها تصور الله يكرمكم دوزوهم في الانترنت مزيان. يا من بعد ها هي دابا خرجت اي تيما كدور مع واحد الطفل شكون غادي يوكل ذاك الطفل؟ شكون غادي يحميها هي من البشر؟ شكون غادي يخلق لها حياه في المستقبل؟ هذا ما تيجاوب عليه حتى شي سؤال غير تصور معها كلشي سلتو خلاها. لا سكون مجتمع مسؤول سكون مجتمع مسؤول اسمح لي كاينه اشياء كثيره داخل المجتمع ما يقبلها لا الله ولا الدين وباسم الدين راه كاينه ما تمسها ما تخرب لها ما تجي ليهاش ما يمكنش اسمح لي راي ما يمكنش نمشيو للقدام الا ما تجرأنا ودرنا خطوات الى الامام وتوجهنا. لذلك انا لا ادعوكم للخروج من الدين. اخراج الدين من هيمنه البعض هو اللي كيطرح لنا المشكل. هناك من يريد ان يهيمن على الدين وباسمه كيعطيك توجيهات ويعطيك حتى الدول العربيه قال لهم من لم يصوت على حزب كذا فهو خارج على الدين ولن يدخل الجنه. معروفه هذه وخرجت في الصحافه معلقينها في الطرقات. على كل لذلك انا لا اسعى الى مواجهه اي كان. انا بغيت نواجه غير التخلف والتزمت هذا هو اللي يهمني. أن المرأة أمي والمرأة أختي والمرأة جدتي والمرأة زوجتي والمرأة ابنتي. ما يمكنش نخلي أنا بنتي في المستقبل عايشة حياتها الزوجية بهدوء وتجي واحد النهار تدخل لواحد المرأة تقول لها أنا مرات راجلك. هذه بنتي ما بغيتهاش ما بغيتش لها هكا. أنا بغيت بنتي تعيش مرتاحة وهذه بنتي. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.